السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بالعربية مع أستاذة نرعي. اليوم سنتعلم عن الموضوع الضمير المتصل بالاسم. Kata ganti nama diri bersambung dengan kata nama. الآن سنتعلم الضمير أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هي. هيا نبدأ. أنا، أنا. ما معنى أنا؟ أنا بمعنى سيا. أنا الضمير فرقة الاسم زائد يا. فرقتي، فرقتي فسكن سيا. نحن، نحن. ما معنى نحن؟ نحن بمعنى كامي. نحن الضمير فرقة الاسم زائد نا. فرقتنا، فرقتنا فسكن كامي. أنت، أنت. ما معنى أنت؟ أنت بمعنى kamu untuk lelaki. أنت الضمير فرقة الاسم زائد ك. فرقتك، فرقتك pasukan kamu, kamu untuk lelaki. Anti, anti. Ma makna anti? Anti bermakna kamu untuk perempuan. Anti ad-dhamir firqatu al-ismu zaidun ki. Firqatuki, firqatuki pasukan kamu untuk perempuan. هو، هو. ما معنى هو؟ هو بمعنى ديا untuk lelaki. هو الضمير فرقة الاسم زائد ها. فرقته، فرقته pasukan dia, dia untuk lelaki. Hia, hia. Ma makna hia? Hia bermakna dia untuk perempuan. Hia ad-dhamir firqatu al-ismu zaidun ha.
فرقتها فرقتها pasukan dia dia untuk perempuan. شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع السلامة.